خلونا نبدأ بأحد الأضلاع الرئيسية في هذه المشكلة وهذه القضية، الطلبة، طلبة المدارس نفسها. ومعنا ممثل للطلبة يعني يوسف سامح. أنت قلت لي أنك في أولى ثانوي، المدرسة بتاعتكم شهدت أي نوع من أنواع المشاهد اللي احنا شفناها دي؟ لا مفيش. طيب أنت إيه رأيك يعني؟ وصراحة ان المنظر ده ما ينفعش يكون في مدرسة. المنظر انه منظر بالظبط اللي هو تحديدا اولا المشهد الاول بتاع الراجل اللي الساحر، بيذبح ساحر بيذبح طالب، ايوه ده ما ينفعش خالص ان يكون في مدرسة او حتى في حفلة. يعني كمان لو حفلة تتعمل حفلة كمان ما يكونش فيها اطفال، عشان ممكن الاطفال يشوفوا المنظر ده يروحوا يقلدوه في البيت مثلا. دي يعني تعتبر مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للاطفال. والمنظر التاني برضو كان اللي هو الناس اللي كانوا بيرقصوا دوت، مدرس كان بيرقص في حوشه والكلام دوت. يعني المنظر ده برضو مش كويس برضو بالنسبة يعني لاسم المدرسة برضو وكمان لاسم المدرس كمان. يعني انت شايف ان دي حاجات سلبية؟ جدا. طيب ايه اللي ممكن يعني الحد الأدنى اللي هو ممكن نسمح بيه في المدرسة؟ يعني مثلا يعني في وقت البريك مثلا يعني في ناس تقعد تهزر وتغني في وقت البريك في النص، لكن ما حدش يصور. عشان اولا يعني لو اللي صور ده ممكن ينزل على النت يفضح صحابه مثلا ويقول لك ادوها في مدرسه كذا، في المدرسه ديت حصل فيها المنظر دوت، ويطلع سمعه وحشه على المدرسه. فيعني ديت في حد يعني لو انت هتهزر مع زميلك او هتغنوا او هترقصوا في الفصل، يعني يا ريت يعني يا ريت بحد ادنى او يستحسن انك ما تصورش.